إذا للحديث عن الأوضاع والتطورات في إيران ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأستاذ محمد المذحجي المتخصص بشأن الإيراني. أستاذ محمد مرحبا بكم. يعني 19 قتيلا وأيضا عشرات الجرحى بقصف إيراني استهدف إحدى البارجات أثناء مناورات بحرية، كيف تفسر ذلك أستاذ محمد؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا هذا الحدث لا يمكن مقارنته مع قضية إسقاط الطائرة، وطبعا تم ذلك بمخطط مسبق للتغطية على اغتيال أو تصفية قاسم سليماني حينها وتخفيف الحالة النفسية والهزيمة النفسية حينها، لكنه الآن لا توجد ضرورة حتى إيران تقوم بهكذا عمل لتغطية على شيء ما. فهذا أنا قراءتي له أنه ليس خطأ إنسانيا. وبالمناسبة في بيان الجيش الإيراني أشير إلى ذلك بأنه سيتم دراسة الأسباب وسنوضح لاحقا ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة. وطبعا هناك مواقع معارضة إيرانية قالت بأن هذه الصواريخ أو إطلاق هذه الصواريخ هو جزء من الصراع ما بين الحرس الثوري والجيش الإيراني، صراع الأجنحة داخل إيران ما بين من يراهن على التواجد الصيني ومن يراهن على التفاوض مع الولايات المتحدة، وهنا تحديدا حسن روحاني. أستاذ محمد، هذا الخطأ ليس الأول من نوعه، سبقه إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، أيضا قصف داعش عام 2018 وسقط صواريخ سقطت بعضها على إيران. هذه الحوادث أستاذ محمد ألا تكشف لكم أن التهديد العسكري الإيراني لا يعدو عن كونه استهلاك إعلامي فقط ليس أكثر؟ يعني بالنسبة للتهديد العسكري الإيراني، نحن أكثر من مرة شاهدنا أن القدرات العسكرية الإيرانية، وأنا أتحدث هنا حتى عن الخبرات وليس فقط القدرات، لأنه وإن كانت إيران تمتلك بعض التقنيات أو بعض الصواريخ، لكنه خبرات القوات الإيرانية هي ليست بذلك المستوى حتى تستطيع أن تتعامل وتوظف هذه التقنيات وأيضا الأسلحة باتجاه أهدافها، وهذا مثبوت مفروغ منه. لكن هذه الحادثة وتحديدا في مضيق باب السلام هرمز هي ليست حادثة عادية، وحتى هناك من ذهب من محللين إيرانيين باتجاه أنه هذه الحادثة تم افتعالها بشكل وآخر، أو حتى تم اختراق النظام الصاروخي الإيراني، ونعلم أن هذا النظام هو نظام صيني إيران تستخدمه على بارجاتها. طيب. فالآن حسب قراءة المشهد الإيراني تصب باتجاه صراع داخلي إيراني ما بين الحرس الثوري وما بين الجيش الإيراني. نعم. طيب أستاذ محمد، هذه الأخطاء المتكررة كيف ستنعكس على صورة الحرس الثوري الإيراني الذي تصوره إيران ونظام الملالي أن الحرس الثوري الإيراني قوة لا تقهر؟ يعني أنا أريد أشير إلى تجربتي بعد أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية المدنية، طبعا وأنا أكرر على أنه ليس خطأ إنساني بل متعمد، وهناك من جماعة ما يسمى بمحور المقاومة المتواجدون هنا من صحفيين في لندن قالوا ما كنا نظن أن إيران هشة إلى هذا المستوى التي لا تستطيع أن تميز بين طائرة مدنية وطائرة حربية، بمعنى أن هذه الأحداث تضعف معنويات أتباع إيران في الإقليم كله بأن إيران حتى لا تستطيع أن تتعامل مع تمرين حربي، يعني وليس حرب حقيقي، فما بالك إذا حصل حربا ماذا سيحصل إلى هذه القوة العسكرية الهشة. فهذا على لسان أتباع إيران، أما على التحليل فالموضوع هو واضح أنه إيران لا يزال بعد خروجها مهزومة من الحرب الثمانية سنوات مع العراق حينها في الثمانينات من القرن الماضي وتجرح كأس السم، لا يزال إيران لم تستطيع أن تبني قدرات كافية عسكرية لنفسها حتى تستطيع أن تتعامل مع المخاطر التي تهددها.
طيب أستاذ محمد، أخيرا يعني الرئيس الأسبق محمد خاتمي حذر من سقوط إيران في دوامة عنف، كيف تقرأ هذا التحذير في ضوء المعطيات الحالية على الأرض الإيرانية؟ يعني احنا لدينا يعني هذا الكلام خاتمي يهدف إلى جهتين، الجهة الأولى تتعلق بأجنحة النظام الإيراني المتصارعة فيما بينها ليس فقط السياسية وحتى الأجهزة المخابرات أيضا الآن متصارعة مع بعضها حول التعاطي مع ملف العقوبات، هل يتفاوضون مع ترامب ويتفقون معه أو يبقون مع الصين ويمضون قدما مع التصعيد الأمريكي، والجانب الآخر يتعلق بالجانب الشعبي، يعني الناس الآن عندهم مشكلة مع تأمين تكاليف المعيشة، هو كأس أصلا إيران هي فيها أزمة وغارقة في أزمة اقتصادية بسبب العقوبات، والآن أزمة كورونا زادت الطين بلة. وخاتمي يشير إلى أحداث مرتقبة تم الحديث عنها في من قبل مواقع معارضة بأن إيران خلال نهاية الصيف ستشهد احتجاجات واسعة بسبب وصفوها باحتجاجات الجياع، جياع كورونا. فالموضوع هو له وجهان وليس وجه واحد، يعني بمعنى أنه فقط احتجاجات شعبية. نعم، من لندن الأستاذ محمد المذحجي المتخصص بشأن الإيراني، شكرا جزيلا لكم.